صنع وصمم في دبي. أنا اسمي تمارا الشمري، أنا مصممة مجوهرات وجيمولوجيست وصاحب مجوهرات تالي، فهي مجموعة دبي التجارية لمصممي الذهب والمجوهرات. أول حاجة برحب بيك أستاذة مها معنا عبر فوشيا، وإحنا النهاردة كنا معاك في الشرح والإيفنت، عايزة النهاردة تكلميني باستفاضة إيه اللي إحنا شفناه النهاردة؟ أول شيء برحب فيكم فوشيا وشكرا كتير للدعم تبعكم ولوجودكم اليوم والتغطية اللي عملتونا إياها. اليوم اللي صار هو الاجتماع الرابع لنا كمنصة، تشكلت هاي المنصة من غرفة تجارة دبي بتخص مصممين مجوهرات، فهي مجموعة دبي التجارية لمصممي الذهب والمجوهرات. نحن مجموعة بنحاول إنه نجمع كل الجولري ديزاينرز المصممين المجوهرات، نحن عم ننظم البرودكت، عم ننظم الإديوكيشن تبعهم العلم، عم نحاول إنه نجمعهم كلهم تحت هالمنصة لحتى نقدر نطلع بالمفهوم الكبير اللي بهمنا اللي هو صنع وصمم في دبي. نحن بدنا نضوي على هاي القدرات اللي عنا وبدنا نحطها بالطريق السليم. اليوم اللي كان توقيع أول اتفاقية مع مكتب هورايزن للقانون اللي هو بيساعدنا كاستشارات كيف نقدر نعمل عقودنا، كيف نعمل كل شيء. كمان كان عنا اليوم سبيكر اللي هي حكت عن كيف بنقدر نعمل من شغلنا براند، يعني شو هي مفاهيم البراند، شو هي الخطوات الأولى لحتى نحن نصير علامة تجارية. بلس كان عنا فوشيا، طبعا فوشيا اللي بتعرفنا كيف نحن فينا نظهر ونبني القاعدة العريضة تبعنا مجتمعيا وبين كلاينتس تبعنا، كيف نبني نحن السمعة كسيدات أعمال أو رجال أعمال بمجال تصميم المجوهرات. شراكة فوشيا هي هلأ الحقيقة اللي أنا كتير يعني مبسوطة عليها، لأنه بالاتفاق طبعا مع السيد مروان حمام سيدة ماتيلدا فرجلا رح يكون في شيء اسمه سيجنتشر. التوقيع هاد هو رح يتناول مش بس مصممين مجوهرات، طبعا رح يتناول كل حدا ترك علامة مميزة بشغله الفني، فسيجنتشر بغطي هاي الجزئية. ونحن طبعا يعني أكيد بهمنا أنه نكون مع سيجنتشر، لأنه بنعرف تماما أنه قاعدة فوشيا كتير عريضة، ونحن نوعية المشاهد يلي نحن عم ندور عليه هو فعلا المشاهد اللي بيتابع فوشيا، فحيكون إن شاء الله تعاون كتير مثمر. أنا اسمي تمارا الشمري، عندي two jewelry brands، تايا جولري وفايب جولري، وأنا جزء من هالممبرشيب اللي كتير حلوة. أنا part of the marketing و PR department، وكتير بيشرفني إنه أتواجد معكم هون مع فوشيا وأحكي لكم على الجروب تبعنا. الجروب تبعنا هو عبارة عن اتصال بين الديزاينر وبين العالم اللي ورا الديزاين. كتير في شيء ورا هالشيء اللي نحن منشوفه اللي هو قطعة مجوهرات. أنا فينيتا مايكل، أنا مصممة مجوهرات وجيمولوجيست وفي دبي بيزنس جروب فور جولد اند جولري ديزاينرز، أنا مديرة والتسويق. السلام عليكم، اسمي علي العلي، مصمم مجوهرات وصاحب مجوهرات تالي. طبعا اليوم كان اجتماع مجموعة دبي لمصممين الذهب والمجوهرات في دبي تشامبر، وتكلمنا عن كذا كولابوريشن موجود اليوم وعن الخطط المستقبلية. أنا المهندسة خولة النومان، مصممة مجوهرات وعندي براند الحص للمجوهرات، وأنا أمين الصندوق في مجموعة دبي التجارية لمصممي المجوهرات، وكان اجتماعنا اليوم مثمر. Hi, I'm Nosheen Bakhsh. I am a jewelry designer and the secretary general for the Dubai Business Group for Gold and Jewelry Designers. If you're a jewelry designer within the UAE, please do join us. There's a lot of support and collaboration that you can get from the group. And also I would like to say a big thank you to Fuchsia for being our media partner.